في السنغال يتم اليوم في داكار تنصيب الرئيس الجديد للبلاد باسيلو ديوماي فاي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي. وكان المجلس الدستوري السنغالي قد صادق قبل أيام على النتائج الرسمية النهائية لهذه الرئاسيات مؤكدا فوز باسيلو ديوماي فاي من الجولة الأولى بنسبة 54.28% من الأصوات، ويخلف الرئيس المنتخب رئيس الدولة المنتهية ولايته ماكي سال. La charge du président de la République du Sénégal.